أحباب، وبعيداً عن وسائل الإعلام العربية والسعودية، يعيش آلاف الطلاب السعوديين في غربتهم أملاً في تحصيل دراسي ناجح، وأملاً في الوصول إلى الهدف الذي رسموه لأحلامهم ومستقبلهم. تبدو الصورة غير واضحة المعالم مع ندرة ما يكتب وينشر عنهم في الصحف والوسائل الإعلامية الداخلية. يبدو الطلاب وكأنهم في عالم آخر، حيث لا يتم الحديث عنهم إلا حين يتم اعتقال أحدهم أو طرد آخر أو سجن ثالث. إلا أنه وفي ثنايا تلك الحياة اليومية الشاقة ثمة أحلام وآمال ومشاكل وأزمات لا يدري عنها الكثيرون. يبلغ عدد المبتعثين ما يزيد عن 250,000 مبتعث، ومع تزايد أعداد المبتعثين تتزايد همومهم ومطالبهم ومشكلاتهم أيضا. ولعل الشغل الشاغل لهم ومطلبهم الأول هو زيادة المخصصات المالية والمكافأة الشهرية المقدمة لهم وتقسيمها إلى فئات حسب تكلفة المعيشة، خاصة إذا لاحظنا التفاوت الكبير الذي قد يصل إلى الضعف فيما يتعلق بتكاليف المعيشة والسكن والمستلزمات الدراسية والمكتبية والمصاريف الشخصية الأخرى. والمعاناة الأخرى تتمثل في حضانة الأطفال التي تتراوح تكلفتها ما بين 1400 دولار إلى 2400 دولار شهرياً للطفل الواحد، أي إن المتوسط أعلى من مكافأة المبتعث الشهرية، إضافة إلى ألوان الغربة الأخرى التي قد يواجهونها في الثقافة والدين والعادات والتقاليد وغيرها من الهموم التي تختلف صورها لكنها تتفق في مضمونها. حياكم الله مرة أخرى، ونرحب بكم معنا في حلقتنا هذه عن الابتعاث، والتي يمكنكم التواصل معنا من خلالها على أرقام التواصل 011-2580-738، وعلى هاشتاغ المستشار التعليمي، وعلى معرف إمام أندرسكور تي في. نعود إليكم يا دكتور خالد. لدينا أيضا تساؤل أو سؤال نطرح الاستفتاء عليه: هل تعتقد أن لدى الجامعات السعودية الرغبة والقدرة على التواصل مع المبتعثين ومساعدتهم في شؤونهم؟ 31% حتى الآن يقولون نعم، و 69% يقولون لا. نتابع وإياكم حلقتنا هذه مع الدكتور خالد الهذلول، حياكم الله مرة أخرى. الله يحييك. في الحقيقة أن المشكلات التي يعانيها الطالب في مقر البعثة كثيرة، والمبتعثون وبالذات المبتعثات يجدون مر الشكوى من كثير من الإشكالات التي يضيعون فيها ما بين جهة ابتعاثهم الجامعة والملحقية المسؤولة نظاما عن متابعتهم في مقر البعثة. ما الذي قامت به الجامعة لتجاوز هذه الإشكالية التي كل مبتعث يعلم أنها موجودة؟ نعم، كما تعلم يا دكتور أنا ما صار لي رجعت من بلد الابتعاث أكثر من 3 سنوات إلى الآن، 2.5 سنين تقريبا أو أقل، فلازلنا نشعر بالمشكلة هذه، لازلنا نستشعرها للآخرين، وهي أحد الأشياء اللي صراحة منذ بدأت العمل في الوكالة وأنا كنت حريص على كسرها صراحة. فتحنا باب التواصل بالنسبة للجامعة في كل الوسائل، تواصل شخصي معي ومع الزملاء الموظفين، رغم أن العدد بسيط جدا مقارنة بعدد المبتعثين لدينا، يعني إحنا كلنا ما نجي عدد الأصابع اليد، لكن حاولنا نفتح المجال عن طريق الإيميل، عن طريق التلفون، عن طريق الجوال، عن طريق الواتساب. التواصل مع المبتعثين بالنسبة لي عن طريق الواتساب أغلبه، فنفتح المجال بالنسبة لمشاكلهم، مشاكل حاجاتهم، خصوصا الأشياء الطارئة يعني. لكن هذه حلول أنا بالنسبة لي أشوفها وقتية، حلول تعتمد على أشخاص. إذا راح خالد ممكن يأتي شخص غير يعني لا يرحب، ما أسست هذا السلوك. نعم، لا يرحب هالفكرة، ومن حقه صراحة كونه يعني تعدي للشيء الخاص. أنا أحيانا
يعني أقوم على الفجر وألقى 5 6 7 رسائل في ناس في أوقاتهم تختلف كأمريكا أو أستراليا، فطبيعي أوقات الرسائل تكون مختلفة، ونعالجها بحينها يعني، ونحاول جهدنا صراحة لمعالجتها. لكن في الجانب الآخر اللي حاولنا نؤسس هذا العمل ونجعله منهج للوكالة، جلست في الأعداد يعني دليل كامل، دليل إرشادي للمبتعثين يتجاوز 80 صفحة من الألف للياء زي ما يقولوا، يعني من فكرة الابتعاث كل ما يمكن تتساءل عنه، نعم، من فكرة الابتعاث إلى النهاية، وتتضمن جميع الأشياء الخاصة في الملحقية والخاصة في الجامعة والخاصة في الطرفين. بمعنى لو كان العمل مشترك بين الملحقية والجامعة، يبدأ في مثلا في الملحقية كون الشخص مبتعث، وتستمر المعاملة لتصل للجامعة ثم تعود من جديد الملحقية، فهذا مفصل فيه تفصيل دقيق جدا. هذا الحقيقة نود أن ندخل في تفاصيله، بس نأخذ اتصال من الأخ بدر الشمالي. بدر الشمالي من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. رحب فيكم ورحب بالدكتور خالد، وأحييكم على الطرح القيم والمفيد جدا. الله يحييك. أنا يعني أنا مبتعث سابق، يعني أنا رجعت قبل سنة ونص أو سنتين من دولة كندا، ومن ضمن المشاكل يعني واحدة من ضمن المشاكل اللي كنا نعاني فيها مثلا غير مسألة مثلا معاناة ما بعد الابتعاث، يعني أنا يعني مسألة ما بعد الابتعاث هذه برضو مشكلة، لكن من ضمن المشاكل اللي كنا نواجهها في الابتعاث تكون مثلا جامعة تصنيفها مثلا